سي الفضيلي، اش من عام تبنات السوق هذا؟ خويا السوق ما قول 55 56 من التمر كاين زاكورا هنا كيتباع، من الناس كتجيب البركه من زاكورا كتبيع هنا وتحاول ترجع تشري وتبيع، وكان اللي عنده المحلات ديالو وكان اللي عنده التمر ديالو في البلاد، والتمر ديال الانتاج ديال البلاد الحمد لله مقبول، ما فيه لا دواء لا يديك لا يخليك، الحمد لله من النخله للصنادق من الصدق كيتباع ويتشرى مزيان، ما فيه لا كيماوي لا يديك لا يخليك، التمر الانتاج البلاد معروف اي العالمي هنا في المغرب كيشرو الحمد لله، ما فيه لا دواء لا يديك لا يخليك، والتمر كيتستمر على العام من العام كامل حنا كنبيعو في التمر. هاد الزنقه تاع 18 شحال فيها تقريبا من المحل اللي بعتهمه؟ والمحل دابا خويا راه غتكون فوق 50 حانوت ولا 60 اللي كاينه، كاينه 55 بعدا انا فراسي، حيت عندنا حنا هذيك جمعيه عندنا 56 مور خريطين 56 حانوت كاينه. واش تسمى من غير زنقه 18 اش تسمى هذه الزنقه؟ لا هذه زنقه الصحراء مال التمر معروفه على السوق العالمي في الدار البيضاء، كتقول لي اديني زنقه مال التمر درميله كيقول لك موجود، يا الطاكسي يا اللي جابك يجيبك، معروفه الزنقه الحمد لله. وشنو من انواع التمور اللي كاينه دابا في هذه الزنقه؟ انواع التمور كاين الحمد لله هنا، كاين الفقوش كاين الجيل كاين بوسحمي كاين الخلطه على انواع كاين المجهول كاين مجده كزيدي شكون كاين بورار، انواع التمر الحمد لله بزاكوره راه كاين فيها 60 طن وداك 70 70 نوع ولا 80 نوع ديال التمر مخلطه، حيت كله على الانواع ديالو. وشحال من طن تقريبا كاينه تاع التمور؟ التمر انا ما نقدر نعطيك العدد ديال الهضره، تاع التمر فيها كثير ولكن العدد كله هو يدير الطناج ديالو، كله اللي كيعمل يا مور 50 طن يا مور 40 يا مور 20 يا مور 10 يا مور 3 وكله علاش كيخدم مسكين يخزن، هادشي اللي كاين. ما باش نقول لك اودي شحال يكون في المغرب في الطوناج، حيت المغرب مشتت في طاطا في لا على مستوى السوق، على مستوى السوق ومستوى السوق ديالها تقدر تدخل لي مثلا ديك 300 طن 400 طن في العام تدخل كتدخل كتفرق عليه وباين على اكثر من 300 طن 400 طن كتدخل. واش عاد الفلوس تقريبا رقم المعاملات اللي تنقولوا رقم المعاملات؟ المعاملات غادي نقول لك معامله على حسب السوق وعلى حسب الانتاج، كله انتاج ديالو كاين التمر اللي كيتباع مثلا ب 30 درهم 20 25 15 10 دراهم 8 دراهم 7 ما كاينش، ما تقدرش دير الحساب ديال الفلوس شحال كيدخل في هذه الفلوس هذا. سي العيدي واش كاين شي تمر موجود في رمضان ولا لا؟ كاين الحمد لله الخير موجود، موجود التمر، جميع الاشياء ديال التمر كاينه الحمد لله، كاين الكافي ان شاء الله. اش من الانواع تاع التمر اللي كاين؟ كاين عندنا حنا ديال المغرب، عندنا كان عندنا المجهول اولا، المجهول كان بوفقوس، كاين الجهل عرش الجهل، كاين بوسحمي، كاين بوزكاع، كاع الانواع موجوده الحمد لله. وزياده نزيدو حتى ديال برا الخير الحمد لله موجود. مين تاع برا مين تيدخل تقريبا؟ اخويا ما انا ما نقدر ما كندخل شيء وما نقدر نقول لك من كيدخل، لا كيدخلوا الناس اللي هما الشركات وداك الشيء هما كيدخلوا هما اللي عطوك الاجابه عليه. شحال تقريبا من محل كاين في هذا السوق تاع التمر؟ المحلات اخويا كان محل كان السوق كان غير شويه ولكن دابا راه السوق الحمد لله كبير، دابا السوق راه كبير ما كنت على حتى من 200 محل دابا بغيت تكون في السوق. هي جميع الاشياء الفواكه الجافه التمور جميع الحاجه اللي دابا السوق دار بلا ولا مشهور في هذا الشيء ديال السلوع. المجهول شحال تقريبا داير؟ المجهول اخويا بروميير 100 درهم حتى الى 50 درهم. من 50 درهم حتى 100 درهم؟ ما بين 50 و 100 على حسب الجوده ديالو هو. من 100 درهم حتى الى 50 اييه، بوفقوس حتى هو 60 حتى الى 40 حتى الى 30 من 60 لتحت، هادشي ديال العرش، العرش بروميان ديالنا ديال المغرب من 30 حتى الى 20 اييه، هادشي انواع اخرى مختلفه بحال بوس حمي بحال هادشي الثمن مناسب، البوس كاع الثمن مناسب، السير وداك الشيء الثمن مناسب. سي عبد الملك، واش الجائحه كان عندها تاثير على بيع التمور في السوق تاع التمور في الدار البيضاء؟ كاين اخويا كاين، نظرا سميتو الحاجات اللي التمر ما كاينش هو بعدا قليل شويه، وانت تشوف دابا الشريخه ويعني الدرميله هي الراس ديال التمر،
وفي تشوف شاري خاوي راه بشكي كبير الله يدير شي يسوي الخير وصافي. بالنسبه للتمور اللي تجي من برا، اش من بلدان تجي بها التمر؟ كاين الجزائر، تونس، كاين الاردن، مصر، هادو الناس اللي هادو الدول اللي تيكون عندهم التمر تيكون موجود دابا.